انت سنه ورا سنه اخذت جائزتين اي صح؟ نعم. انت تستحقها؟ لا شوف اني هذا حسد؟ انا بس اقول لك بصدق لا مو يعني اكو هوايه شباب المفروض المفروض ياخذون جائزه لو لا؟ اي هسه اخذ الجائزه انت ذيك السنه اسمح لي اتنازل عنها اتبرح بيها اتنازل عنها شخص يقول على استاذ قاسم الملاك ضد فرصه ليش زين هو قاسم الملاك ما اخذ يعني ما اخذ دور مال شاب هسه اني اخذ دور شاب لو دور طالب جامعي انا احكي لك شيء اي مصر على الجواز وسنه اللخم ما اخذها وما ننطيها راح اقول لك شيء انا كنت اللي اخذ الطيبه العام وهالسنه بنات صالح ونفس السنه اخذت مسرح وتلفزيون عن مسرحيه دهوم انا عندي اصرار على النجاح وعندي هدية يعني جائزة الجمهور أهم من الجائزة اللي تعطى لك واللي حصل معايا في بنات صالح من الجمهور ما تعني لي أي جائزة بس مع هذا من أهم اللحظات الفنان يحس بيها أنه يقيم وكذا أنا سويت فيديو في مسرحية ذا هوم بعد العرض 8 أيام فجت يومي أروح للرياضة وكذا قلت أنا هذا الفيديو راح أنشره بعد المهرجان أنا عندي عمل مسرحي ومصر شوف مصر اخذ بيه جائزه افضل ممثل هذا تحدي لنفسي وحفز نفسي وفعلا اجتهدت وكذا واخذت جائزه افضل ممثل بالمسرح كنت حاضر كنت حاضر احمد اخذت احمد زين وياي متحيز لا لا مو نفس العمل من العلاقه لا ليش خلي احكي لك بصدق انا ليش الشهره تعني لي شيء زين ولا الجوائز تعني لي شيء وبصدق وهي كل مره اقولها والله العظيم مرات يعرفوني بالشارع اقول مين يعرفوني ذولي وبعدين استدرك انه انا ممثل وطالع والله انا رجل مجنون بالتمثيل احب التمثيل